الكرام، في هذه اللحظات تعلن انطلاقة تاسع أشواطنا في صباح هذا اليوم ضمن انطلاقات وتحديات سن الحقائق على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات بدانة الدنيا دبي. مباشرة نتقدم ما بعد انطلاقة هذه الأسماء وهذه السلالات، أتقدم مع جلمود على المركز الأول، جلمود سالم بالعبد الوهيبي يتقدم على المركز الأول، بالكديدة يقدم سرابة سلطان بن حميد بن سلطان بالكديدة القادم على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث حظي القادم محمد بن أحمد بن فلاح القصيري المنصوري القادم على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع أمسية القادمة علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري يتقدم مع أمسية القادمة على المركز الرابع والمركز الخامس الياذبية القادمة أو اليذابة القادمة لسعيد بن أحمد بن حلوة الاجتبي يتقدم مع اليذابة والظبي خالد بن حميد بن سعيد بن سالم الهاشمي يتدخل مع انطلاقة الظبي ويقدم الظبي والهايلة الهايلة الهايلة سالم بن سعيد بن سيل الراشدي القادم مع الهايلة وناخذ المركز الثامن. المركز الثامن الشبابية محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي القادم مع الشبابية على المركز الثامن. تاسع المراكز الوصول من قرار علي بن راشد بن مفتاح الشامسي يتقدم مع قرار القادم في هذه اللحظات وكذلك الأسماء القادمة والشعارات الواصلة والمنطلقة مع هذه الأسماء. ما شاء الله تابع الشعارات تابع هذه الأسماء. شوق حمد بن نافع الشدي المنصوري يقدم شوق على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة. ندانا الأول للعشر المراكز ولكن بعد العشر أعود إلى الصدارة أعود إلى المركز الأول. جلمونة سالم بالعبد الوهيبي على المركز الأول. الوهيبي يقود مساري هذا الشوط. أمسية قادمة أمسية علي بن حمودة بن علي بن حمودة قادم الظاهري في هذه اللحظات والقادم كذلك بن حلوة من الخواني يقدم اليذابة القادمة سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة ما شاء الله حظ القادمة محمد بن أحمد بن فلاح القصيري المنصوري قادم بن فلاح على المركز الرابع الخامسة. شوف الأسماء القادمة شوق حمد بن نافع الشدي المنصوري القادم مع شوق والقادمة كذلك الغزيل خالد بن عبيد بن أحمد الظاهري وكذلك شقرة سعيد بن حمد بن مصرع بن جمهور الأحبابي قادم الشاعر بن سبعين مع الشبابية الكيلومتر الأخير كذلك شفا بن هويمل القادمة والقادمة معيا محمد بن سلم بن سالم بن هي العامري القادمة ولكن أعود إلى الصدارة 800 متر الأخيرة يا راعي جلمودة سالم بالعبد الوهيبي يتقدم على المركز الأول بن سبعين بسرعة السبعين وبالرقم سبعة قادمة مع الشبابية محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي ما شاء الله جاوز يا مجاوز شوف التغييرات تابع المنافسة ما شاء الله شوق حمد بن نافع الشد المنصوري بن مصلح بن جمهور قادم في هذه اللحظات الشاعر يتقدم مع شقرة سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي وأمسية علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري المركز الخامس الغزيل خالد بن عبيد بن أحمد الظاهري اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة شوق شقرة الشبابية والقادمة الغزيل بشعار الظاهري لكن شوق
حمد بن نافع، حمد بن نافع، الشدي، الشدي المنصوري، الشدي المنصوري، الظهري، الظهري بمسرح اللحظات الأخيرة، ولكن شوق تهانينا وناموس لحمد بن نافع، الشدي المنصوري، المركز الثالث ديل لخالد بن عبيد بن أحمد الظهري، شعر بمسرح المركز الثالث، المركز الرابع بن سبعين، المركز الخامس شعار مسيا علي بن حموده بن علي بن حمود الظاهري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شوق إلى خط النهاية، معلينا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لحمد بن نافع الشدي المنصوري على فوز شوق بالمركز الأول. قطعت الأربعة كيلومترات بالتوقيت الزمني الذي نتابعه في هذه اللحظات 6 دقائق و8 و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراعي شوق على هذا الانتصار المتميز والجميل من ميدان المرموم. 6 دقائق و6 أجزاء من الثانية. هذه الغزيل بشعار الظاهري اللي وصلت على المركز، على المركز الثاني خالد بن عبيد بن أحمد الظاهري بن مصلح وبن سبعين على المركز الثالث. نتابع في هذه اللحظات صاحبة المركز الثالث 6 دقائق و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لبن مصلح وبن سبعين، تهانينا والناموس للجميع.